الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، جمال خلدوني رئيس جماعة ريما قيادة ليسر دائرة وعملة سطات. جئنا اليوم لتنوير الرأي العام وكشف المتشوشين الذين يحاولون تغليظ الساكنة بتمرير بعض الأكاذيب المزيفة. بالنسبة لهاد الناس اللي جاءوا كيكذبوا على الساكنة، عدة وجهات، من ضمنهم ذكروا المستوصف. المستوصف واش المستوصف؟ واش الرئيس عنده شي عصا سحرية؟ الرئيس راه كيمثل حقيقة الجماعة، والمستوصف راه حقيقة تابع لوزارة الصحة. وزارة الصحة هي المكلفة. أنا سبق ليا درت واحد رسالة، اللي هي رسالة ريكوموندي لوزيرة الصحة السابقة، نقصت العمالة ودرتها ليها مباشرة وجاوبتني وقالت لي نشكرك على الغيرة ديالك الجماعة. الجماعة عندك جماعة فيها 8500 ديال السكان، عندك مستوصف صحي فيه ممرض، عندك مركز صحي فيه ممرض، والأطر الطبية راه قالت لك قليلة، راه العين بصيرة واليد قصيرة. بالنسبة لجادوا على بعض المدارس، هاد الناس اللي كيكذبوا دوا على بعض المدارس. المدارس في الجامعة نفس كما قلت قبيلة، لا وزارة تابعة ليها، ولكن احنا كممثلين الساكنة وكممثلين المجتمع المدني احنا دايرين مجهود. الجامعة واخا ضعيفة ما عندها لا مداخيل لا والو، دارت مجهود باش بالنسبة للمدارس درنا تصوير ديال سبعة الفرعيات، والمجموعات مجموعة القنازرة والسنينات هي درنا لهم واحد الإصلاح اللي خاضت عليهم الجامعة واحد الفيك، ودارت وحفرنا فيهم عدة آبار للمدارس. هذا مجهود ديال الجماعة، والجماعة راها فقيرة. بالنسبة لهاد الناس اللي كيكذبوا دعوا على المقابر، المقابر في الجماعة عندنا تقريبا ستة مقابر ولا سبعة، ومقابر اللي هما قدام من عهد الاستعمار وكبار شوية. تم تصوير بعض الجانبات ديال المقابر التي هي في جانب الطرق باش تحميها من المارة ومن الحيوانات، وميزانية الجماعة ضعيفة، ما يمكنش الجماعة غدير تصوير المقابر كلهم، حنا الجهات اللي كيدخلوا منهم الحيوانات. بالنسبة هاد الناس دواو على الآبار، الآبار الحمد لله الجماعة دارت مجهود ديال 36 بئر، منها 31 بئر اللي هي مجهزة، منها خمسة الآبار ما مجهزينش. علاش ما مجهزينش خمسة الآبار؟ هادو خمسة الآبار ما فيهمش الماء، ما مجهزينش. 31 بئر موزعة على تراب الجماعة كلها مجهزة. بالنسبة للجماعة، هاد الناس دواو على بعض المقالي. الجماعة لا تتوفر على مقالي مرخصة. مقلع واحد التي تم ترخيصه من طرف المصالح المعنية في الأيام الأخيرة، في حين باقي كيتعتبروا كحفار كانت مساعدة كنصوبوا منهم اللي بعد البيستات، ماشي مقالع ماشي مرخص. واحد اللي ترخص مؤخرا، يالله وافقنا على ذاك القانون الجبائي، راه وقع لنا السيد العامل مؤخرا، هذه مدة شهر ولا أقل من شهر، هذا إن شاء الله من قدام غدا بالنسبة للمداخل ديال المقالع غدا تاخذ الطريق ديالها. دازوا عند بعض الساكنة دواو على الطرقات، هاد الناس اللي كيدواو على الطرقات من الجماعة، الجماعة ما كتقدرش تصوب كولومير، ولكن الحمد لله الجماعة تتوفر على بنية تحتية، أنا كنعتبرها بنية تحتية اللي هي ممتازة. فكت العزلة على الدواوير ووصلت المساليك لجلها بمعدل المساليك اللي هو 34 كيلومتر، اللي هي بيست دارت بمهندس ديالها بمكتب الدراسة. الطرق اللي هي معبدة اللي كنقولوا لها القدرة، اللي هي معبدة 29 كيلومتر و8، زائد 5 كيلومترات راها دات شراكة مع الجماعة والمبادرة الوطنية اللي غتكون تهي إن شاء الله قدرون، راه المارشي ديالها غادي تعطف هاد الأيام القريبة إن شاء الله، زائد واحد 7 كيلومتر ونص اللي تهي غادي تكون قدرون إن شاء الله في واحد الطريق اللي هي رقم 3629 مع شراكة مع وزارة التجهيز والنقل.
أما بالنسبة للجودة في الطرق فكل مشروع طريق له مكتب دراسات مخصص لتتبع المعايير التقنية باش يدوز في أحسن الظروف. وشكرا. أما الإخوان لاتهامات الجماعة بتبذير ماليتها في المأدوبات في ميزانية الجماعة. الجماعة تحتوي على فصل خاص بالاحتفالات والمناسبات والأعياد الوطنية، لازلنا لم نصرف منه ولو درهم واحد. والحمد لله أنا هاد المعارضة كنرحب بها وما كنلومهاش، ولكن خاصها تمشي فحل. أنا سنة 1992 16/10 دخلت للسياسة، وكنت في المعارضة من 1992 1997 وكنعرف المعارضة وكنعرف الناس ديال المعارضة. تكون معارضة بناءة، ماشي معارضة تكذب على الرأي العام وتكذب على الرئيس وتكذب على هذا. المعارضة تكون معقولة، والمعارضة بعد تكون معقولة راه المجلس كله غادي ينسجم معاه، ولا ما ينسجم معاه 100% ينسجم معاه 50% وثمان. وأخيرا كرئيس لهذه الجماعة أؤكد للرأي العام على تبنينا للشفافية والمصداقية واستعدادنا التام لأي افتحاص، والحمد لله أن الساكن بالجماعة على دراية بنزاهتنا، الشيء الذي دفع للتصويت لصالحنا في 4 ولايات كرئيس وولاية كمستشار جماعي، مما يدل أنهم أجلسوا الرجل المناسب في المكان المناسب.